الأسرار. سمات بتشكل جزء أساسي من الهوية اللبنانية وبتعكس جوانب من المبادرة الريادية اللي أطلقها البي ال سي بانك لدعم طاقات لبنان الاقتصادية وتكريم نخبة من المبدعين اللبنانيين بمجال الأعمال ضمن حفل The Brilliant Lebanese Awards واللي ينظم للسنة الثالثة على التوالي. مبادرة ريادية لتكريم أحلام تحققت بالإرادة. بيشرح عنا أكثر رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبي ال سي بانك السيد موريس صحناوي ونائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام السيد نديم أسار بهالروبورتاج. نحن هاي الثالث سنة منعم بريانت ليبانيز أورد وفخورين كتير بالإنجاز. موضوع شو؟ 80% من الاقتصاد هو من إنتاج الأسامي. أسامي شو يعني؟ Small and Medium Enterprises. وخلقنا هالبريانت ليبانيز أورد لحتى كل الناس تعرف إنه البي إس هي موجودة وجاهزة تساعد الأسامي وحاضرين نحط إمكانياتنا المالية وإمكانياتنا بالنصايح اللي نعطيهم إياها. نحن كبنك بي ال سي اعتبرنا انه منشجع الاقتصاد وقت منشجع الاسامي، واكيد نحن منفوت على سوق كبير ومنربح فيها كمان. الاقتصاد بيربح اكثر اذا المراه اشتغلت مثل الرجال. سنه 2013 ذا نيو ايكونومي قرروا انه نحن من 10 اكبر شركات بالعالم انه نحن ربحنا مجال المراه، يعني اكثر جايزه مشاننا ما في. هكي كنت فخور كثير، ولا فخور اولى قدام الكل. في كتير بنوك بالعالم، البنوك الكبار عملوا مثل مجموعة سموها Global Bank Alliance ونقوا حدا من عنا مديرة بالبنك كفايس تشيرمان تبع البورد تبعهم. يعني هذا إنجاز. المناسبة السنة إلى طابع مختلف، فلبنان عم بيمر بمرحلة من الفراغ المستشري بمعظم مؤسساته الحيوية، وهالفراغ عم بيساهم بتيئيس مبرمج للمواطن اللبناني وفقدانه الأمل بالبلد ومستقبله بالبلد. بظل هالظروف تبين معنا أنه العمود الفقري الحقيقي للاقتصاد الوطني هو المبادرة الفردية للبناني يلي ما بيزهق وما بيمل وبيضل عنده أمل بالمستقبل. عودنا البي ال سي بتكريم النجاح والإبداع والتفوق عبر تقديم جوائز لنخبة من النساء ورجال الأعمال اللي ناجحين بأعمالهم واللي بتم اختيارهم من قبل لجنة التحكيم مستقلة عن المصرف وتتميز بخبرات عالية. بحب أكد أنه البقسي حيضل يساهم مساهمة فعالة بتمويل أحلام وأمال اللبنانيين بغد أفضل. بحب أدعي كل شخص عنده شك أو تردد يحط شك وتردده على جنب ويتقدم إلى البقسي، وحيلاقي بكل فرع من فروع البقسي فريق محترف وأذان صاغية مستعدة لتلبية حاجته. وأنا واثق أنه حفلتنا اليوم ما هي إلا دليل على إيماننا بقدرات اللبناني بالنجاح، كما هي أيضاً دليل على نجاحنا من خلال ثقة اللبناني بمصرفنا. وبالختام بحب أتمنى لكل مين عم بيشارك معنا اليوم بالبريليانت ليبانيز أور التوفيق، وإن شاء الله عقبال كل سنة. وهلأ بدي رحل بأعضاء لجنة التحكيم من أبرز خبراء العالم الاقتصادي اللي راح يختاروا الفايزين بسهرة الليلة. مديرة شركة نتويز رولا موسى، مدير عام منظمة إنديفر بلبنان طارق سادي، المديرة التنفيذية لشركة كفالات يولا سري الدين، ممثل منظمة التمويل الدولية IFC بلبنان التابعة للبنك الدولي توماس جيكوب، المدير التنفيذي لوحدة التمويل بمصرف لبنان وائل حمدان، مدير عام مساعد BLC بانك تانيا مسلم، رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين دكتور فؤاد زمكحل، مديرة معهد المؤسسات العائلية والمبادرة الفردية BLEU دكتور جوزيان فهد سريح،
والمدير التنفيذي لصندوق بيريتك فان 2 بول شكرالا. بعد ما كشفنا أسماء أعضاء لجنة التحكيم، بذكر أنه هالاختصاصيين المعروفين بمجالاتهم بيتمتعوا باستقلالية تامة بتحديد النتيجة، والبي ال سي بانك ممثل فقط بعضو واحد من اللجنة. بعدنا بالبداية، ومن البداية الفنانة كارول سماحة رح تشارك بالسهرة التكريمية لنخبة من رواد الأعمال. المسرح إليك كارول. شكراً كارول، اللي حيكون لنا معه مواعيد تانية خلال الحفلة. أما معكم مشاهدينا، فمنتوقف هلأ مع أول بريك، ومن بعده منتعرف على المنافسين ضمن أول فئة للبزنس أوف ذا يير لعام 2014. بريك أول ومنرجع. عبر شاشة الـ LBCI بتابع معكم The Brilliant Lebanese Awards.
12 مرشح وصلوا للمرحلة النهائية من أصل 150 طلب تقدم للبي ال سي بانك وعم يتنافسوا على فئتين، وبكل فئة رابح 6 عن البزنس اوف ذا يير و6 لجائزة وومن انتربرنور اوف ذا يير. القرار للجنة التحكيم اللي موجودة معنا واللي تعرفنا عليها قبل الفاصل الإعلاني. أما الفئة الثالثة People's Choice Award فالقرار بإيدكم أنتم مشاهدينا، وفيكن تصوتوا هلأ على صفحة BLC Bank على الفيسبوك للمشروع الأفضل برأيكم، علماً أنه التصويت ابتدى من حوالي شهرين. مين ربح جوائز السنة الماضية؟ خلينا نشوف بهالتقرير. Title Business of the Year, it's an excellent communication. وقت ربحناها تبين قديش عم تعطي effect بالماركت. بالكونسبت تبع الأورد بيدرسوا أربع نقاط للشركة، ونحن أخذنا سكورين كتير عالي على الأربعة، مشان هيك فزنا. قويت علاقتنا بالبي ال سي بانك بعد ما ربحنا الأورد، سناخذ معه وركشوبس وترينينجز بنيغوشيشنز كوميونيكيشن فاينانشلز، وكلهم هدول كتير مهمين لحيالها الشركة بلبنان. الجائزة المادية يلي ربحناها استعملناها حتى نطور المصنع فور ايزو. نحن السنة الماضية قدمنا على البي ال سي وربحنا من خلال تصويت الجمهور. مشاركتنا السنة الماضية اعطتنا اندفاع واصرار اكثر على التقدم والنجاح. بعد نجاح بقاعنا هلا عم نطمح وعم نشتغل على مشروع جديد هو جنوبنا ومستقبلا باقي المحافظات اللبنانية. تأثيرها كان كتير إيجابي، أولاً عطتنا بوستينج للمورال وعطينا كمان فيزيبيليتي بالنسبة لقلب البلد ولبرا. من بعد الأورد عزمنا على سيمينار جي بي اي ساميت، هو ساميت دولي، رحنا مع البي ال سي وهونيك حكى بالبي ال سي وي انيشيتيف. هو عنده دور إيجابي على اقتصاد البلد عبر المرأة، بقى طلبوا منهم وقتها يعلمون كيف بدهم هن يعملوا زيت البرودوي بغير بلدان. الجائزة المادية استعملناها تنفتح فرع في الخارج، وهيك منكون عم نطور أكثر شركتنا. هالحدث أبعد من جائزة مالية، والدليل اختيار منظمة إنديفر العالمية لسامر ونعمان الهاشم لدعمهم بشكل أكبر. 6 مشتركين إذن رح يتنافسوا هلأ على فئة Business of the Year، ولجنة التحكيم رح تحدد خيارها عبر 4 معايير هن المعيار المالي، الاستدامة، الابتكار، والمسؤولية الاجتماعية. خلينا هلأ نتعرف على المنافس الأول، حلمه الترجم على الأرض ثورة. بلشت بهالشغل تقريبا من شي 25 سنه، كنت بعدني ثاني سنه تلميذ هندسه بامريكا. صار لي شانس هون مع فريق ابحاث كنا عم نشتغل على موضوع التخمير اللي هو تحويل المواد العضويه لسماد. كنت قاعد ليله شتاء بنيو جيرسي رسمت اللوجو تبع سيدر انفايرمنتال، وعارف انا انه بدي ارجع على لبنان وبدنا نعمل شركه لمعالجه النفايات. رجعت بال 96 توصلنا بتقنيه طورناها بلبنان انه نعمل سماد عالي الجوده مطابق لمعايير الزراعه العضويه. مثل كل شيء ببلش وبيكون عندك ايمان فيه وعندك شغف انك تعمله ببلش صغير وببلش يكبر. كنا 3، اليوم صرنا 36، صرنا بينين 11 مصنع لمعالجه النفايات. كل الناس اليوم طالعين انه ما تكبوا زباله وتبهوا، نحن بدنا نقول لهم بالعكس، استهلكوا وكبوا الزباله اللي بدكم اياها، نحن رح نرجع نعيد تدويرها ورح نرجع ندخلها بالاقتصاد المحلي ورح نخلق وظائف ونفيد الزراعه. انا كثير متفائل انه قادرين نوصل لحل، وبعتقد رح نغير مجرى التاريخ بمعالجه النفايات بلبنان. برحب بزياد ابي شاكر اللي موجود معنا. ولجنة التحكيم بهاللحظات عم توضع العلامات التقييمية لمشروع سيدر انفايرمنتال،
وبذكر انه علامات لجنة التحكيم رح تنوضع انطلاقا من لقاء مسبق جمع كل صاحب مشروع باللجنة لمدة 45 دقيقة. اذا طلعت النتيجة، زياد ما كتير عش على اعصابه. وهلا بنتقل لاسم تاني وحلم تاني اتحقق، صاحبة أول مراكز التغذية الصحية بلبنان. أنا وجوزي قضينا فترة الحرب بأمريكا. بيوم بيقول لي جوزي شو رأيك نعمل دايت سنتر؟ هونيك كانت بلشت شوي تروق الأحوال بلبنان بسنة التسعين. بلشنا نعمل أبحاثنا هونيك، رجعنا على بيروت مشي الموضوع والناس لقيت إنه في نتائج عم تطلع، معناتها نحن نجحنا. بال96 كان أول فرانشايز إلنا بالرياض. فتحنا تاني فرانشايز بالكويت سنة 2000 وبقطر سنة 2004. نهار دايت سنتر هو نهار طويل. ننزل على المطبخ بكير، نحضر أكثر من 1000 وجبة بالنهار بين ترويقة، غدا، عشاء. ونرجع منبلش نهارنا مع الكلاينتس. بمجال التغذية والدايت نحن الليدرز، يعني نحن أول ناس بلشنا من 25 سنة. نحن بالمؤسسة هون نهتم بالأشخاص ذوي الحاجات الخاصة، منحب إنه يكون عنا جزء من عائلتنا هن موجودين. دايت سنتر حياتي، بيتي الثاني، يعني عايشة فيه كل نهار، بحلم إنه وصله لأولادي وأولادي يكفوا فيه. سوسن وزان جبري، استرجعتي معنا بهيدا التقرير كل لحظات التحدي اللي عشتيها بالدايت سنتر، ونحن هلا معك بانتظار لجنة التحكيم انها توضع علاماتها. اذا طلعت النتيجة، بنتقل هلا للمنافس الثالث. بأصعب الظروف رجع لبنان وأطلق مشروعه لأنه ثقته ببلده ما بتهتز. فليت من لبنان، كان عمري 8 سنين، درست بموريال، تعرفت على صاحبي نمر بدين اللي هو هلا صار شريكي. أخذنا القرار إنه ليه ما بنفتح إن أونلاين ماركتينج كومباني بلبنان، سبيشلي إنه كان بعد ما في شيء هون. فتحناها هون بأكتوبر 2006 إيست لاين. أول سنتين كانوا كتير صعبين، سبيشلي إنه كان عندك ماركت بعد ما بفهم شيء بالأونلاين ماركتينج. بلشنا كل شيء خاصه بالأونلاين أدفرتايزينج، يعني نحط دعايات أونلاين على فيسبوك وعلى تويتر وعلى غير شانلز وعلى ويب سايتات. بال 2011 وصلنا إنه we started developing our own products. وصلت إيسلاند ماركتينج على مرحلة هلا when we can confidently say إنه we have about 20 to 25% تبع الماركت شير بلبنان، بس نشتغل عنا كلاينتس بسبع بلاد around the region. وصلنا على مايلستون هلا وين شريكي صار بدبي. So he's finalizing هلا presence بدبي و presence بسعودية. بال 2006 بلشنا ايست لاين كنا 3 اشخاص. هلا بال 2014 I can proudly say that we have a team of 30 people of amazing people, internet and online addicts that we handpicked بكل هالسنين to provide the best service that we can offer. لجنة التحكيم عم توضع العلامات التقييمية لإيست لاين ماركتينج، مشروع ماركت فوني. إذا لحظات وبتطلع النتيجة. بذكر إنه الرابح عن هذه الجائزة بيتلقى 30,000 دولار كاش، إضافة طبعا للتروفي. طلعت النتيجة. أما هلا الاسم الرابع بفئة بزنس أوف ذا يير، صاحبة فكرة صغيرة صارت مشروع كبير. أرنعون يلي نحن اليوم فيها هي حلم شخصين، مشيد حكيم ودورا اسكندر. كنا دايماً عندنا حنين يكون عندنا بيت لبناني وقدامه ساحات حلوة مع طبيعة لبنانية، بس ولا مرة كنا نحلم رح يصير عندنا ضيعة. قلنا إنه مشروع بسيط، 250,000 دولار رح يعملوا المشروع. طلعنا على أرنعون وتفاجأنا إنه الرقم رح يكون أكبر بكتير.
الأعراس اللي بيصيروا بأرنعون هن أعراس خيالية. أرنعون هي مطرح لمناسبة فرحة لشو ما كان نوعها. وقد ما أرنعون حلوة ما حبينا نتركها بس داخل لبنان، حبينا نبعثها للعالم. سجلنا رقم قياس جديد بجينيس بوك، عملنا فيه أطول طرحة عروس بالعالم. دايما بفترة الأعياد عنا وقفة مع ناس وجمعيات بحاجة إنه نكون نحن واقفين حدا، وهيدي رسالة مهمة عنا. الفيوتشر بلان رح يكون هو حوالي 20-30 بيت تصير تستضيف العالم حتى بالمنامة ويقضوا أكثر من نهار بأرنعون. اليوم أرنعون صارت هالعروس اللبنانية الحلوة اللي موجودة على الخريطة اللبنانية والعالمية. دورا اسكندر بانتظار علامات لجنة التحكيم عن مشروع أرنعون. ثواني، يمكن هي كتير سريعة لنا بس شوي يمكن صعبة على المشتركين. إذن ثواني والمفروض تطلع النتيجة الخاصة بمشروع أرنعون لدورا اسكندر. طلعت النتيجة. مشاهدينا ما تنسوا، مش بس لجنة التحكيم هي اليوم مخولة بإنجاح مشاريع، كمان اليوم أنتوا ممكن تصوتوا لصاحب المشروع اللي بيستاهل يربح برأيكم على الفيسبوك. تعرفنا على أول مجموعة من المنافسين، مين الاسمين الباقيين بعد البريك. عبر شاشة الـ LBCI ومن كازينو لبنان بتابع معكم The Brilliant Lebanese Awards. قبل البريك تعرفنا على زياد أبي شاكر، سوسن وزان جبري، مارك تفوني ودورا اسكندر. المنافسة عم بتزيد كل لحظة. المشروع الخامس هلأ، أصحابه اسمين، زميلين بالدراسة وبالتحدي بالحياة. بلشت ب2009، بس نحن قصتنا بلشت كثير من قبل. انا وايدي اصحاب من ايام المدرسه، بعدين فتنا على ذات الجامعه، بعدين كل واحد راح على بلد وبقينا على اتصال، اتفقنا نفتح شركه سوا. قررنا انه نتخصص بالموبايل ابلكيشن لانه هذا مجال صاعد وفيه بوتنشل منيح. صار عندنا شهره، فصاروا الشركاء يجوا لعنا يطلبوا موبايل ابلكيشن. فمن هون انتقلنا من نعمل ابلكيشن دغري للعالم لابلكيشن لشركة. صار يجي طلب منيح لموبايل ابلكيشنز من الخليج، خاصه من السعوديه. صار يكبر التيم ونوظف لبنانيه اكثر، وصرنا معروفين بالمنطقه ونحن بنطور موبايل ابلكيشنز على كل الديفايسز. واشتغلنا مع اكبر الكلاينتس بالمنطقه من اوبريتورز، اشتغلنا مع بنوك، واشتغلنا مع ميديا وتي في كومبانيز. اليوم فو بتوظف حوالي 33 موظف، كلهم مهندسين وكمبيوتر ساينتست، كثير بنفتخر فيهم، يعني بجد تالنتد بيبل. مشوار فوق مشوار طويل، الهدف انه اول سنتين نكون موجودين بدبي، بقطر كمان. وفي كم مشروع عم نشتغل عليه اللي رح يكون جلوبال والامباكت تبعه كثير اكثر من ما لهلا شو وصلنا له. بلشنا سوا انا وغادي واسسنا سوا، وان شاء الله حنكبر ونصير من اكبر شرك بهالمنطقه ونرفع راس البلد. إلي ناصر وغادي الرئيس بانتظار لجنة التحكيم إنها توضع العلامة لفو. بذكر إنه هن المشتركين رقم 5 وبعد في عنا اسم واحد لهيدي الفئة. إذن هن أصدقاء بالحياة واليوم كمان التوتر عم يجمعهم. إذن طلعت النتيجة الخاصة بمشروع فو. وهلأ الاسم السادس، المنافس السادس أب، تحدى وحقق الهدف. أنا أحمد السيد، عندي 3 بنات، عملت شركة على اسم بناتي اللي هي شركة إيفاندي. ناخد الحديد والتنك منحجمهم نبعتهم لبرا بيتصنعوا وبيرجعوا حديد جديد على لبنان أو على غير دول. تتميز في شركة إيفاندي إنه نحن عملنا بساعد البيئة لما بلم هالنفايات وبعيد تدويرها.
من سنة الواحدة وتسعين أنا عم بقاطل لوحدي وبشتغل لوحدي، أنا الشوفير، أنا العامل، أنا السكرتير، أنا كل شيء. كنت حاببها تكون لبناتي مش شركة بس بتضر مال، تكون شركة تحافظ على بيئة ومناخ ووطن لأولادي يعيشوا فيه ويكونوا بسلام. في ناس بس بتعمل مال ما بهم عشو عم تأذي. ناس قالوا لي إنه أنت ما لقيت شيء إلا أنك تعمل زبال، يعني أنا بعدها بتأثر فيه كلمة زبال. أنا بدي فرج الناس إنه أنا مش زبال. أنا باعتقادي إنه اللي بيكب الزبالة هو الزبال، مش اللي بلمها وبيعيد تدويرها. لجنة التحكيم عم بتحط بهالأثناء العلامة السادسة لأحمد الست عن مشروع إيفندي. بدي بس شير إنه التسقيف القوي هو عن كلمة أحمد لما قال إنه الزبال هو شيء كتير مشرف وهو مشروع كتير بيتشرف فيه. إذن لحظات وبتطلع النتيجة الخاصة بآخر مشترك عن هالفئة. إذن لحظات ترقب لآخر علامة رح تظهر بعد ثواني مفروض. إذن ست مشتركين قطعوا لهلا، طلعت العلامة. لحظات الحسم عم تقترب. كل اسم خطط وتحدى وترجم عزيمته ووصل للهدف بتعني له كتير هاللحظات، لأنه كل يلي وصلوا كل يلي وصلوا لهالمرحلة بيستحقوا الربح. العلامات تحددت، ست أسماء وست مشاريع منشوفها عبر التسلسل الأبجدي على الشاشة هلأ، والتسلسل رح يتغير حكماً لما تظهر العلامات. إذن أرنعون، سيدر انفيرومنتال، دايت سنتر، إيست لاين، إيست لاين ماركتينج، إيفندي وفو. الاسم الأول اللي احتل المرتبة السادسة هو فو. إذن المرتبة مع 9.56. إذن بعد في خمس أسماء واحد منا بس رح يفوز بالمرتبة الأولى. المرتبة الخامسة حسب علامات لجنة التحكيم هي من نصيب إيفندي، ومع مجموع علامات 9.6. بعد في أربع أسماء واحد منها بس رح يرفع التروفي بعد لحظات. إذن إيست لاين هو اللي وصل للمرتبة الرابعة مع 9.62. ما رح طول بالإعلان، إذن ما رح طول هلأ بالإعلان عن المرتبة الثانية أو الثالثة اللي هي أرنعون. مع 9.65. بقي اسمين، واحد منهم بس هو الرابح. أقولكن الأسماء رح تبقى بهالتسلسل أو رح تتبدل. قبل ما أعلن النتائج وقبل ما واحد من الاسمين يرتاح والاثنين يقدروا ياخدوا نفس، بدي أطلب من رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبي أل سي بانك السيد موريس صحناوي يتفضل على المسرح لتسليم الجائزة للرابح. أهلا وسهلا سيد صحناوي. إذن مشاهدينا والحضور الكريم، صار وقت إعلان النتائج. المرتبة الأولى ضمن فئة بزنس اوف ذا يير لسنة 2014 من نصيب. إذن دايت سنتر.
سوسن بدي أطلب من السيدة سوسن وزان جبري إنها تتفضل لتستلم جائزتها. طبعاً بذكر إنه المرتبة الثانية احتلتها سيدر إنفايرومنتال. تفضلي مدام سوسن. بدي أطلب من رئيس مجلس الإدارة مدير عام بالسي بانك سيد موريس حناوي يتفضل بكلمته قبل تسليم الجائزة والتشيك بقيمة 30,000 دولار للسيدة سوسن. أنا كلمتي بسيطة كتير، مرتي بتضلها بتقلي اللي بتضعف، عرفت كيف بدي أعمل. والله يوفقك وينتنجحي بعد أكتر. مدام سوسن مبروك، إذا ممكن تتسلم التروفي من سيد سحناوي. وطبعاً المنصة لإلك إذا بتحب تقولي أي شيء للجمهور. مبروك مرة تانية. مساء الخير. أول شيء بدي أتشكر كل اللجنة الموجودة، أتشكر BLC بانك، أتشكر فرنسا بانك على هالجائزة الحلوة. بدي أهدي هالجائزة أول شيء لزوجي رفعت شريكي بشغلي، لأولادي، لعائلتي، لفريق العمل بالدايت سنتر كله. بس أكتر شيء بدي أقول إنه هيدي الجائزة بدي أهديها لروح أهلي شفيق وزان ووجيها وزان. مبروك لسوسن وزان جبري. شكرا لكم. للنجاح دائما نكهة مختلفة، والحفل ما خلص، تحدي مختلف بانتظار 6 أسماء على لقب Women Entrepreneur of the Year. ولكن خلينا نستقبل مجددا على المسرح النجمة اللبنانية كارين.
إليك كارول سميحة. شكراً. بونسوار ديما. بونسوار للحضور ولكل المشاهدين. بونسوار. أهلا وسهلا فيك كارول. كارول، بعد لحظات حيبدأ تحدي آخر، وهو Women Entrepreneur of the Year، وهي جائزة بتكافئ النساء اللبنانيات على مبادرات شجاعة وكرياتيف قاموا فيها كامرأة يعني لبنانية. كمان إلك ريادتك بهذا المجال الفني، شو بتقولي بالنسبة لحدث اليوم؟ أول شيء بدي أشكركم على هالفكرة، لأنه دايماً منكرم المطربين، منكرم الممثلين، منكرم الفنانين، بس كتير قليل لنفكر ببزنس مان وبزنس وومن، ناس اجتهدوا وتعبوا ليوصلوا مسابرين. اللي عم تعملوه اليوم انكم تكرموا المرأة بأعمالها، بيثبت انه المرأة مش بس سلاحها جمالها، بالأحرى السلاح الأقوى اللي عندها إياه هو انها تتعلم لتقدر تتكل على حالها وتعمل مهنة وتنجح وتكون مثل ما اليوم عم بتكرموها. وانت خير دليل لهذا الشيء كارول. سلاح العلم هو سلاح الوحيد اللي بيبقى للمرأة، يعني بس تتعلم وبس تاخذ هالسلاح هذا بيبقى معها مدى الحياة، بينما الجمال كلنا بنعرف انه ما بيبقى الى الابد الا اذا ما كانت من جوا عن جد كثير كثير حلوه. ميرسي. شكرا لك كارول سميحة على وجودك معنا. ميرسي. وطبعا حتكوني معنا بعده محطات اخرى بهيدي السهره. شكرا لك كارول. ميرسي. مشاهدينا، انتم كمان كاصحاب مشاريع مبدعين تحديتوا وانجزتوا وبتستاهلوا تتكرموا على جهودكم وانجازاتكم. ما لكم الا انكم تشتركوا باحتفال السنه الجاي عبر تقديم طلباتكم على العنوان اللي عم بتشوفوه هلا على الشاشه، نساء مبدعات من لبنان. بعد البريك. The Brilliant Lebanese Awards سنة 2014 مباشرة عبر شاشة الـ LBCI ضمن مبادرة We Initiative لدعم قدرات المرأة الاقتصادية، بكرم الـ BLC Bank نساء مبادرات ابتكروا، اتحدوا ونفذوا أحلامهم وبيملكوا أكثر من 51% من أسهم شركاتهم. مع فئة Women Entrepreneur of the Year، وبرحب هلأ باسمين جديد انضموا إلى لجنة التحكيم، مدير مديرية المصارف بمصرف لبنان نجيب شقير، ومن مؤسسي شركة ديواني دلفين إدي. أهلا وسهلا. الاسم الأول بالمنافسة هلأ، طموحة، هدف الأول والأخير الدعوة لنمط حياة سريع وصحي بنفس الوقت. كان عمري 18 سنة فليت على كندا، وبكندا تعلمت الدايتاتكس. هونيك تعرفت على جوزي وقررنا نرجع نعيش بلبنان. أنا من أول الاختصاصي التغذية اللي روجوا علم التغذية بلبنان. بتجي لعنا منعلمك كيف تطبخ، كيف تعمل رياضة، كيف تروح على السوبر ماركت تشتري الأغراض، يعني منعلمك تتغير. وأول كتاب لإلي كان صحي وسريع الصغير، طبخ اللبناني. ما فيك تعيش صحي وسريع وما تحب البيئة، ولا ممكن. يعني نحن بمبادئنا ما في شيء بينكب، ما في ورقة بتنكب، كله بيروح على الريسايكلينج. صحي وسريع بيبرم على مدارس كل لبنان، هذا الشيء اشياء مجانيه بنعملها بس تنعمل توعيه بالمدارس. من اصعب الاشياء اللي لقيتها هي اني اقدر نسق بين عائلتي واولادي وشغلي وما اقصر بولا محل. للمستقبل كثير عنا اشياء حابين نعملها، وعن جد يلي نحن عملناه اصلا هو انه رجعنا شجعنا الاكل اللبناني. فمن عياده صغيره لسلسله عيادات بلبنان، ما بعرف إذا فينا نعتبرها success story.
لجنة التحكيم عم توضع العلامات الخاصة هلأ بمونيك باسيلا زعرور عن مشروع صحي وسريع. إذن نحن بانتظار أنه تطلع العلامة الخاصة بمونيك لمشروع صحي وسريع. إذن ثواني وبتطلع النتيجة. طلعت النتيجة، كان هيدا أول مشروع. هالمرة المشروع مع خمس سيدات ومشروع لكل الأولاد. نحن خمس أصحاب، صار عنا أولاد صغار وما كنا عم نعرف وين ناخد أولاد الصغار تبعولنا، وصار كله هيطلع بفكرة، وقررنا نعمل محل صغير للأولاد. أوريغامي، أوريغامي هو لار دو بلي لو بابيي بطريقة إنه في كذا فاسيت، وهذا نحن كان الكونسيبت تبعيتنا، نعلم الأولاد هن إنه عم يتسلوا. كل يوم عنا فكرة جديدة تنضلنا ليدر بهذا الاندستري. أوريغامي مش بس مهتم بهدول الأكتيفيتي، منجرب قد ما فينا نساعد بالمؤسسات الخيرية. بيجوا لعنا بيعملوا نهار تيحسوا بكل الأكتيفيتيز اللي بنعملهم بأوريغامي. اليوم أوريغامي عندها طموح تتوسع لبرات لبنان، وكل شيء فينا نعمله أفكار جديدة للأولاد نحن عم نشتغل عليه. أوريغامي اليوم ناجحة لأن قدرنا جمعنا كل شيء بيتعلق بالأولاد تحت سقف واحد. إذن بدي أرجع رحب بمدير مديرية المصارف بمصرف لبنان نجيب شقير، ومن السيدة دلفين قدي من مؤسسي شركة ديواني. برحب فيكم عن جديد. كالين طالب، كارين دكاش، كورين شادراوي، دانيال كفوري، وليزا أبو سليمان. خمس قلوب عم بتدق بنفس الوقت بهاللحظات بانتظار الأرقام اللي رح تضعها لجنة التحكيم لمشروع أوريغامي. إذن خمس سيدات أصدقاء وعم تطلع بهاللحظات العلامة الخاصة بمشروع. بننتقل للمشروع الثالث، للاسم الثالث. سيدة ضحت كتير لتحقق حلمها. بلشت حياتي بالتأمين، كان عمري 17 سنة، خسرت بيي. كان دايماً يقول لي حلمي افتح مطعم يكون عندي أصحابي وعائلتي وأعمل لهم سيرفيس، فرجيهم الأكل القرمحي. كان حلمي حقق له حلمه لأنه خسرته بكير. من 11 سنة كنا عم نتغدى عند سيرج ماي كازن، قلت له شو سيرج تفتح معي مطعم؟ قال لي يلا. بمرحلة تقليع المطعم جبرت نام المكتب عمدة 7 سنين لأقدر نسق بين المطعم والتأمين. ميريك يعني تيتا. نحن تعلمنا الطبخ الأرمني البيتوتي من وراء ستاتنا. سر نجاح ميريك هو 40 أم أرمنية موجودين بالمطبخ بيطبخوا من كل قلبهم. ميريك عنده كمان هدف إنساني، الأكلات اللي بيبقوا نعطيهم للفود بانك، بهالطريقة بنكون ساعدنا على قدرتنا. الحلم صار حقيقة. اليوم ميريك حطت على الخريطة المطعم الأرمني، صار موجود برياض، بدبي، توسعنا كمان بلبنان وفتحنا باتشيك. أنا أكيدة إنه كل شخص عنده حلم وحارب كرماله وإيمن فيه أكيد بيوصل. سؤال واحد بس هلأ بيشغل بال ألين كاماكيان صاحبة مشروع ميريك، وهو الرقم اللي حتوضعه لجنة التحكيم بهاللحظات لمشروعها. دقايق وبيوصلك الجواب. إذن مشروع ميريك المطعم الأرمني، طلعت النتيجة. إذن ثلاث أسماء مرقت وثلاث أسماء بانتظار تقييم لجنة التحكيم، وبيزيد الحماس لما طل هلأ كريس جيرد.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, bringing me out the dark. Luckily, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I lay your shit bare. See how I leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I would do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. 'Cause the scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart inside your head, and you played it to the beat. Yeah, baby, I had no story to be told, but I heard one on you, and I'm gonna make your head burn. Think of me in the depths of your despair. You're making a home down there, as mansion won't be shared. I'm gonna tell you why. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart and soul in your hand, and you played it to the beat. Hey, we could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart and soul in your hand, and you played it to the beat. Hey, roll your soul through every open door, count your blessings to find what you look for. Turn myself into treasured gold. You pay me back in kind and reap just what you sow. Nothing I wish you never had met. We could have had. شكراً كريس. بذكر المشاهدين أنه بإمكانهم التصويت لفئة People's Choice Award عبر صفحة BLC Bank على الفيسبوك، ورح أعلن اسم الفائز بختام الحفل. لحظات الحسم بلشت والعدل عكسه كمان بعد البريك. مباشرة من شاشة الـ LBCI. ثلاث أسماء مرقت قبل الفاصل الإعلاني ضمن فئة Women Entrepreneur of the Year، وهلأ منتعرف على رابع اسم نسائي. الصدفة أدتها لفكرة، الفكرة بلشت برا والمشروع تنفس بلبنان. عملت Communication Arts Radio TV Film و Journalism و
وقتها كنت بلندن اجاني اوبورتونيتي اشتغل مع اهم ايفنت بلانر غرمت بالدومين سو فتت عملت ايفنت مانجمنت ويدنج بلانينج رجعت على لبنان وقررت افتح شركتي بلابتوب وبسلولار بلشت كريستيس من الصفر كريستيس تهتم بالكوربريت ايفنتس كونسرت بالاعراس اول سنتين كانوا كتير صعبين تعبت وما نمت وبكيت وصلت لمرحله انه ما بقى فيها كفي لحالي وهنا اخذت الانيشيتيف انه يصير عندي مكتب وكبر التيم كريستيس كرييتد ا لوت اوف جوب اوبورتونيتيز لكتير ستودنتس ليقدروا يشتغلوا كمان بارت تايم هن وعم بيدرسوا مثل ما انا نجحت بحب انه كل مره تنجح بحياتها وتصير اندبندنت فاينانشلي مشان هيك اسست جمعيه انكونديشنال ذات امباورز وومن كريستيز عم تكبر وعم نفتح هلا بكل الميدل ايست وهذا اكبر تحدي كريستينا خاطر مثل بقية السيدات المنافسات عم بتراهن على الفوز وهي بانتظار علامات لجنة التحكيم لمشروع كريستيز اللي حنشوفها كمان بعد لحظات على الشاشة. إذن عملية التصويت بهيدي الأثناء لمشروع كريستيز وعم تطلع نتيجة طلعت إذن ننتقل هلأ للإسم الخامس امرأة أثبتت جدارتها بمضمار طابعه رجالة بالأغلب بلشت ماكسيماد ب 1999 كان ظرف مهم انه المستشفيات كانوا بحاجة لماتريال جديد للبيشنت بلبنان المرحلة كانت كتير صعبة وقتها فتحت الشغل وعملت الماركت ستادي أشوف شو لازم أول شيء نقدر نأمنه كانت أفانغارديست بكذا برودوي خصوصاً للنيو ديزينفكشن للهوسبيتالز بال 2006 بالحرب ماكسيماد قدرت أمنت المستشفيات حتى ما نوقف العلاج للمرضى ماكسيماد كانت وقتها فتحت شخص واحد واليوم صارت 11 شخص عندها بلان لل 2015 تتوسع بمجال الصيدلة أنا كتير فخورة باللي عملته لهلا المرأة الناجحة هي المرأة يلي قدرت نظمت وقتها بين شغلها وبين عائلتها وهيدي اللي أنا عملته من 15 سنة لليوم قدرت أمنت اثنين التوتر عم بيزيد بهاللحظات عند ساندرا مسلم اللي بانتظار علامات لجنة التحكيم لماكسيماد مشروعة إذن ماكسيماد هو المشروع الخامس وما قبل الأخير عن فئة وومن انتربرنور ونحن وطلعت النتيجة إذن بقي اسم واحد بس وحكاية مختلفة عن النجاح فكرة بديت من 93 واللي تميزت فيه من الأساس فرنش بيكري وهي تصنيع الخبز التقليدي الفرنسي المشروع بدأ بسفرة على فرنسا وتعرفنا على شيفية مهمين نقينا منهم شيف وبلشنا نتعاطى نحن وياه ونشوف كيف ممكن نجسد الفكرة فتحنا وبلشنا على صغير وصرنا نتطور شوي وشوي كان ترند جديد على البلد فيه نكهة غير نكهة الخبز العادية في حرفة طريقة الخبز غير لليوم نحن بعد عنا شيف كونسلتنت بيجي ثلاث أربعة أشهر بيعطينا روسيتات جديدة بينوع بالأصناف بيصلح الشغل الصعب بهيدي المصالح إنك تعطي زيت النوعية ولليوم بعد 21 سنة عم نجرب أنه مش بس نبقى بالسوق المحلي اللبناني أنه نتوسع بعد لبرا أكتر وقتها بتتعب بمصلحة معينة بتحس عنك فخور بيلي انت صنعته وبتصير تعطي اكثر واكثر وتكبر اكثر واكثر وهيدا اللي صار معنا
أعضاء لجنة التحكيم، وللمرة الأخيرة بحفل الليلة رح توضع علامة لريتا حويك عن مشروع فرنش بيكري. ريتا بانتظار النتيجة. آخر علامة توضع لجنة التحكيم واللي أكيد حتحدد نتيجة هالمسابقة. إذا لحظات نحن بانتظار إنها تطلع النتيجة. ريتا مبتسمة. إذا طلعت النتيجة. إذا مشاهدينا، ست مشاريع، ست مشتركات وست علامات. مجدداً وبالتسلسل الأبجدي رح أذكر المشاريع الستة، والتسلسل رح يتغير حكماً لما تظهر العلامة. أكيد كل يلي وصلوا لهالمرحلة بيستحقوا الربح، والعلامات جداً متقاربة. فرنش بيكري، كريستيز، ماكسيماد، مايريك، أوريغامي، صحي وسريع. بالمرتبة السادسة مشروع كريستيز مع مجموع علامات 9.45. بالمرتبة الخامسة فرنش بيكري مع مجموع علامات 9.49. وهلأ للمرتبة الرابعة اللي فاز فيها ماكسيماد مع 9.54. بالمرتبة الثالثة إذن أوريغامي مع 9.52. باقي اسمين، اسم واحد بس تم اختياره فائز من لجنة التحكيم. بس قبل إعلان النتائج بطلب من نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبي إل سي بنك السيد نديم قصار يتفضل على المسرح. اهلا وسهلا فيك. مصار الحضور الكريم، مشاهدينا، صار وقت اعلان نتيجه وومن انتربرنور اوف ذا يير 2014، وهي إذن مايريك مع 9.87. والمرتبة الثانية طبعا احتلها صحي وسريع. تفضلي ألين. ألين كاماكيان، تفضلي على المسرح لاستلام جايزتك. مبروك ألين. بس قبل بدي أطلب من السيد نديم قصار انه يتفضل بكلمته قبل اعطاء الجائزه والتروفي. بحب اكد انه ان شاء الله كل سنه حنضلنا نقدم هالجوائز، وهالحفل البي ال سي يقدم هالحفله ويكون دليل للعالم كله عبر شاشه ال بي سي انه لبنان منجم حقيقي للطاقات والابداع والتطور. وهالشباب اللي شفنا ريبورتاجاتهم اليوم هن خشبه خلاص هالبلد ومستقبله. وهالإيد يلي عم نقدمها اليوم هي إيد ممدودة لكل شركة بتحب تشترك السنة الجاي وتقدم، وبتمنى لهم التوفيق للجميع. وشكرا. شكرا سيد أسار. مبروك علين. مبروك، والمنصة لإلك إذا بتحبي إنك توجهي كلمة. مساء الخير. Thank you لجوري. بحب أتشكر أول شيء عيلتي، تحملوني. بحب اتشكر عائلة مايريك اللي بدونه ما بكون قدامكم الليلة. وبحب اتشكر اكيد بي ال سي
يلي فكروا يدعموا المرأة اللبنانية، وإن شاء الله هالجائزة تكون مثال لكل مرة إنه إذا حلمت توصل. Thank you. شكرا لك علي، مبروك مرة تانية. لكل أصحاب طاقات اقتصادية ومشاريع مبدعة، ممكن تقديم الطلبات للمنافسة بحفل السنة الجاي على العنوان اللي عم بتشوفوه هلأ على الشاشة. أما اسم الفائز بفئة People's Choice Award فبعد البريك الأخير. كسفوا التصويت. اللحظات الأخيرة من حفل Brilliant Lebanese Awards. قبل إعلان آخر نتيجة، آخر جائزة بسهرة الليلة، خلينا نرجع نتذكر الـ 12 منافس اللي عم بيتم التصويت إلهم لنيل People's Choice Award لهي السنة. إيفان دي، أحمد الست، مايريغ ألين كاماكيان، كريستيز كريستينا خاطر، أرناون دورا اسكندر، فو إلي ناصر وغادي ريس، إيستلاين مارك تفوني، صحي وسريع مونيك باسيلا زعرور، أوريغامي فرنش بيكري ريتا حويك، ماكسيماد ساندرا مسلم، دايت سنتر سوسن وزان جبري، سيدر انفايرومنتال زياد ابي شاكر. الحماس باعلى درجاته، بس قبل اعلان النتائج اطلاله اخيره بناخذ فيها نفس مع نجمه حفل الليله كارول.
السباحة. Thank you. نجمتنا لها السهرة واللي رافقتنا خلال كل المباريات. بالن إنه بهاللحظات التصويت عبر الفيسبوك توقف. أما الرابح فهو، خليني أطلب قبل من السيد موريس صحناوي والسيد نديم قصار يرجعوا يتفضلوا مجدداً على المسرح لتسليم التروفي وجائزة تقديرية بقيمة 5000 دولار. أهلا وسهلا فيكم عن جديد. إذن مشاهدينا، صار وقت إعلان عن النتيجة اللي أنتوا قررتوها. رح أعلن اسم الرابح عن فئة The People Choice Award، وهو أو هي الناس اختارت بعدد أصوات وصل ل 1819 صوت. بدي اقول مبروك لكريستينا خاطر. كريستيز، كريستينا تفضلي لعنا من فضلك. بدي اطلب اذا من كريستينا تتوجه لعنا ومبروك لها. تفضلي كريستينا. ألف مبروك كريستينا ولكل الرابحين، وشكراً لكل من ساهم بنجاح حفل الليلة. منلتقي السنة الجاي مع مبدعين جديد. بدي أطلب من الرابحين كلهم بالفئات السابقة الانضمام إلنا على المسرح، ينعاد على كل اللبنانيين وكل سنة وأنتوا ولبنان بألف خير. All women.